الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، جعلنا الله وإياكم من المتقين، وأعاننا الله عز وجل على عبادته، فله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى. معزي من أطاعه ومذلي من عصاه، المطيع له العزة، ومن عصى الله عز وجل فله الذلة، وإن تظاهر بالناس بالشرف والعزة كتب عليه الذلة. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الأيام أيام مباركة، هي شهور عظيمة مباركة تمر على المسلمين، وكثير من المسلمين لا ينتبه لها. هي أشهر الله الحرم، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذا التخصيص والتحديد لا بد أنه يكون أمر هام. إذا كان العام كما قال تعالى 12 شهرا، ثم يختص الله عز وجل يقول منها أربعة حرم، إذا الله عز وجل جعل لها هذه الصفة وهذه القيمة وهذه الكرامة، فلا بد للمؤمن أن ينتبه لذلك. منها أربعة حرم، وهي شهر رجب، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم، ثلاثة متواصلة سرد وواحد فرد، وهو شهر رجب، وهي أشهر عظيمة عند الله تعالى. قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم ظلم يظلمه الإنسان لنفسه هو ارتكاب المعاصي والذنوب يا عباد الله. قال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعظم الظلم وأكبر الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو قمة الظلم، لأنه ظلم في حق الله. حق الله عليك أن تعبده، تظلم الله في حق العبادة فلا تعطيه حقه سبحانه وتعالى. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فهذا أعظم درجات الظلم. ثم بعد ذلك المعاصي، الذنوب صغيرها وكبيرها يعتبر ظلم للإنسان، لأنه يظلم نفسه بالذنب وبالسيئة. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا بد المسلم أن يقدس ما قدس الله، وأن يعظم ما عظم الله. كيف أولادنا لا يعرفوا الأشهر الحرم؟ كيف شبابنا ورجالنا وحتى المتعلمين لا يعرفون الأشهر الحرم؟ هذه أشهر عظيمة عند الله، الأعمال الصالحة فيها مباركة، الإنسان يكثر فيها من أعمال الخير ومن أعمال البر ومن الصلاح، حتى أنه جاء في الحديث: صم من الحرم واترك. فالإنسان يعني يصوم ويطيع الله عز وجل في هذه الأشهر، وغي فيها مناسبات دينية هامة. أهم هذه المناسبات فريضة الحج التي لا تقام إلا في الأشهر، أشهر الحج، وهي هذه الأشهر. وأيضاً من الأعمال فيها عشر من ذي الحجة، وهي الأيام العمل الصالح فيهن، لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة. وأيضاً فيها يوم عرفة، وأيضاً فيها يوم عاشوراء، فهي أيام مباركة أيها الإخوة. لا ينبغي أن تمر المناسبات الإسلامية والدينية دون التنبيه، ودون أن الإنسان يعني يكون هذا على باله وعلى قلبه وعلى يعني فكره. هذا شيء مهم أيها الإخوة الكرام. نحن نمر هذه الأيام أيضا بأحداث
ينبغي المؤمن أن تترك بصمات في قلبه. مش معقول يا أخي شهر كامل من الصيام والقيام وقراءة القرآن ثم بعد ذلك يعني أين بصماته؟ تأثيره في قلبك والإيمانيات في قلبك. شهر رمضان مر على الإنسان هل ننساه؟ لو كنا عباد الله حقا في ذلك الشهر لكانت طاعة الله عز وجل معنا تعيش. مش معقول نحن لم يمر على ذلك الشهر يعني شهرين كاملين نسينا. لا ينبغي هذا. لابد أن يترك تترك الطاعة بصماتها في قلب الإنسان. ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، هل تمر ستة أيام الإنسان يصوم فيها ثم لا تترك أثر طاعة في قلبه؟ إذن هناك إشكال، هناك تسريب لهذا الإيمان من قلبك. انظر ما الذي يجعل قلبك لا يتحرك ولا يثبت فيه ولا يتأثر بالطاعة. أيها الإخوة الكرام، سوف يمر بنا عيد ونحن تقريبا بعد 29 يوم أو 30 يوم سوف يمر بنا عيد آخر، وهي أيام الله وهي أيام ذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن نحن بين مناسبات دينية قد سبقت وبين مناسبات دينية على وشك أو هي قريبة. كيف يكون الإنسان إذا كان يعيش بين مناسبات ومناسبات ولكن قلبه فيه الغفلة؟ إن المناسبات الدينية تأتي للإنسان حتى تنبهك من الغفلة، لكن المشكلة الذي لا يريد أن يخرج من الغفلة هو يعني جالس في قعرها لا يريد أن يخرج منها. ونحن أيضا أيها الإخوة في بداية العام الدراسي، وهذه مناسبة مهمة جدا أن يلتفت الآباء لحق الأبناء وأن ينتبهوا لمسألة التعليم، تعليم الأبناء، فإنها مسألة حساسة ومهمة جدا. ها أنت أخي الكريم تطوي الأيام وبطيها تطوي السنين، ولكنها أيها المؤمن أعظم سنين فهي سنوات العمر. فأنت لا تعنيك يا أخي ملايين السنين أو مئات السنين التي قبل أن تولد، هذه لا تعنيك، لا تحاسب عليها. أيضا لا يعنيك السنوات وآلاف ومليارات السنوات التي تكون بعد وفاتك وأن تقبر في قبرك، لا تعنيك. السنوات التي قبل الوفاة لا تعني، بعد الوفاة لا تعني، والتي قبل الولادة لا تعني، وإنما يعنيك ما بين تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، هذا هو الذي يعنيك أنت، هذا هو الحصاد الذي تأتي به إلى الله يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. العمر إذا كان أبيض كان الوجه يوم القيامة أبيض، وإذا كان العمر أسود جاء العبد إلى الله يوم القيامة وتسود وجوه. يعنيني أنا ابن آدم هذا العمر الذي يبدأ من الولادة حتى الوفاة. البعض من الناس أيها الإخوة ضيع عمره يتملق هذا وينافق هذا سعيا في سلطان أو في منصب أو مال، ضيع عمره على هذه الأمور يا حسرته. والبعض الآخر ضيع عمره في تجارات وأعمال انشغل بها عن طاعة الله، وليس معنى هذا أن الإنسان يصبح بطانا لا عمل ولا تجارة، بالعكس أنت مطالب أن تنتشر في الأرض وأن تبتغي من فضل الله، لا نقاش في ذلك، نحن ضد البطالين، لكن المقصود الإشكال إذا انشغل عن من لا ينشغل عنه وهو الله سبحانه وتعالى. وإن عظم الشيء لا ينبغي أن يشغل عن العظيم سبحانه وتعالى، وإن ارتفعت المسؤوليات والأعمال والمهمات لا ينبغي أبداً أن تشغلك عن الله، لأن الله عز وجل لا ينشغل الإنسان عن طاعته أبداً، وطاعته سبحانه وتعالى وعبادته مقدمة على كل شيء. هذا من ضحايا الدنيا، رجل استخدمته الدنيا بدل أن يستخدمها، انظر إليه هل الدنيا تخدمه أم هو يخدمها؟ رجل من ضحايا الدنيا استخدمته الدنيا أصبح عبدا للدنيا، فنسي الله ونسي لقاء الله ونسي أن الدنيا إلى زوال، ضاع العمر في هذا.
عندما تسأل فيذكر من العمر سنين وسنين وقد ذهبت في هذا الحطام. فلا بد للإنسان أن ينتبه أيها الإخوة، وهناك من قطع أيام العمر يصوم الهواجر ويسهر الأسحار بسهر الأسحار وسوم الهواجر خوفاً وطمعاً لله تعالى، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يدعوننا رغباً ورغباً، خائفين وطامعين. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. هذه فقط المفاجآت، انظر إلى الثواب سبحان الله العظيم. الجنة ذكرها الله وعرفها الله للناس، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار إلى آخره، أنهار العسل واللبن وإلى آخره، نساء الجنة إلى آخره، الثواب العظيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. الجنة أبوابها سررها أكوابها وسائدها إلى آخره، ولكن فوق هذا الثواب هناك مفاجآت. عندما يدخل العبد الجنة ويأخذ ما يأخذ من الثواب، قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ركز على كلمة أخفي، مفاجآت، سبحان الله. بعد هذا النعيم هناك نعيم مفاجأة، عندما تأتي هناك مفاجأة يفرح بها الإنسان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قضية الجزاء بالعمل، جزاء الإحسان إلا الإحسان. أين الإحسان يا أخي؟ الإحسان ليس في القبر، إذا دخلت القبر أصبحت تسأل، انتهى الإحسان اليوم في الدنيا. وأعظم شيء تحسن فيه العمر والأيام التي تمر بالإنسان. أخي، أنت تصلي اليوم جمعة وراء جمعة، ولكن انظر إلى القلب، ما خشع القلب ولا زاد اليقين. السبب لأنك صليت بجسمك ولم تصلي بقلبك. وهل القلب يصلي؟ هل القلب يسجد ويركع؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، بحسب ما عقل منها. حسب ما عقل من الصلاة، وكان عقله في الصلاة وقلبه مع الصلاة ومهتم بالصلاة، القلب والروح والعقل تجتمع أدوات التركيز كلها. البدن أوتوماتيك بيشتغل، هو أصلا يشتغل في الصلاة. الخاشع يركع وغير الخاشع يركع، لكن خشوع الراكع يختلف عن خشوع غير الراكع. القلب والعقل والروح والتفكير كله في طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا سجد الرأس سجد القلب وسجد العقل وسجد الفكر، والإنسان استشعر أنه في حضرة من وأنه يسجد لمن إلى آخره. هناك سجود بالبدن وهناك سجود بالقلب. كيف سجود بالقلب؟ الخضوع والذل والذل لأمر الله عز وجل، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. قال العلماء: فإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من الكافرين. فإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من الكافرين. القلب لازم يحضر مع الله عز وجل. ألا يستحي العبد عندما يكون في حضرة الله وقلبه ليس مع الله؟ الإنسان يستحي، لأن الله عز وجل يعلم ما تكنه القلوب وما تخفيه القلوب. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وأن يجعلنا من أهل مرضاته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أثرنا قضية العام الدراسي وتعليم الأبناء، وهي قضية في الواقع تستحق أن يكون لها خطبة خاصة تتكلم بها من يعني عن أولها إلى آخرها. القضية قضية هامة الحقيقة، لكن نعرج على بعض المسائل
في مسألة تعليم الأبناء. أولاً لابد أن الأب يعرف قيمة العلم، وأن التعليم أمر هام بالنسبة لأبنائه. وإذا كان أنت قد حرمت من التعليم هذه النعمة العظيمة فلا تحرم أبنائك من هذه النعمة المهمة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ القرآن ذكر السؤال ولم يذكر الجواب، لأن الجواب معروف، مستحيل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. ولهذا العلماء يقولون: من علم حجة على من لم يعلم. ألم تعلم أن الله عز وجل عندما أراد أن يضع الشهادة على أنه الإله الحق استشهد بالعلماء؟ كل ما في الأرض يشهد بأن الله واحد، كل ما في الأرض، ورقة الشجر تشهد أن الله واحد. ولكن هناك إكرام وتكريم لبعض المخلوقات. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا، أي أن الله شهد على نفسه بأنه الإله الواحد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم. فالله عز وجل رفع مقام العلماء ورفع مقامه من بين كل مخلوقاته، أنهم شهدوا بأن الله هو الإله الحق، بالرغم من أن كل ما في الأرض يعني وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ولكن بالرغم من هذا العلماء رفع الله مقام العلماء بسبب العلم. آدم سجدت له الملائكة لما علمه الله وعلم آدم الأسماء كلها، ثم جاء الأمر بالسجود لآدم. إذن العلم مقامه عظيم أيها الإخوة. لابد أن الأب الأم تشعر أن تعليم الإبن يرفع من قيمة الإبن عند الله وعند الناس وفي حياته والشخصية، ويكون عندنا اهتمام بعلم الدين وعلم الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا. خليه يسمع جماعة، يا أخي قضية والله، عبودية المال هذه مهلكة كبيرة للإنسان. الإنسان الذي يصبح كالآلة، إذا وضعت فيه المال تحرك، وإذا حبست عنه المال وقف. هناك من يعيش بالرشوة، يعيش يعبدها، وهناك من يعيش على المخادعة وأكل أموال الناس بالغش إلى آخره من المواقف، وهذه مهلكة للإنسان. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. انظر إلى هؤلاء الناس، آتاهم أن الله عز وجل وسع لهم في الأرزاق، ولكنهم أنفقوا في سبيل الله إنفاقا عظيما. ورجل آتاه الله القرآن فهو قائم به. إذن مقام القرآن ومقام العلم. لا حسد إلا في اثنتين. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا كل هذه الأمور تدل على قيمة العلم وعلى فضل العلم. ونحن في الواقع عندما تنظر لنا هنا في هذه البلاد لا نفقه أبناءنا شيئا من الدين. شيء مبكي جدا عندما يصل الابن إلى سن 17 أو 16 أو 17 عام ولا يعرف قراءة الفاتحة. وأنا لا أتكلم لك على أمثلة من المريخ، ولكني أتكلم على أمور رأيتها بعيني. تجد عنده 18 عام ما يعرف يقرأ الفاتحة، لا يعرف يقرأ الفاتحة. وبعضهم 12-13 عام ثم تقول له: محمد يقول رسول الله. قلت له: طيب. قال له الشيخ: وعيسى؟ فقال: عيسى وابن الله. الولد يقول هكذا لأنه يسمع هذا في المدرسة ومن أصدقائه، وأيضا الوالد في البيت مقصر. يا رجل، الله عز وجل يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، أولاده ليس الجيران، أولاده، ما تعبدون من بعدي. هذا يعقوب. انظر لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصية الآباء بالعقيدة للأبناء هذا أمر مهم جدا. ثم نحن، هذا واقع موجود في إحدى المدن هنا في هولندا، ثم الابن حوالي 12-13 عام
أو 15 عام ثم يسأل من محمد؟ قال رسول الله. من عيسى؟ فقال الابن. عيسى هو ابن الله، لأنه لم يتلقى التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينص. إذن واجب العقيدة ملقى بالكامل على الأبوين. نحن لا نفقه أبناءنا شيئا من الدين، وتجد يعني المسؤولية يعني لا تقع في الواقع، تقع بالدرجة الأولى على الوالدين، حق التعليم، يعني حق تعليم الابن بالذات، حق تعليم الدين، فهو حق واجب على الوالدين. قال تعالى: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة من سبع سنين وأنت تبدأ في التعليم الديني. لا تعتمد لا على شيخ ولا على خطبة ولا على مسجد ولا على مدرسة السبت والأحد، لا، اعتمد على نفسك أيها الأم، اعتمدي على نفسك. نحن أبناءنا، تعرف، ضحية لماذا؟ ضحية للمعركة التي تقوم بين الأب وبين الأم على الكندر بشلاخ، وضحية للمعركة التي تقوم بين الأب وبين الابن وبين الأم على المشاكل التي تحدث بينهم، والطلاق والفراق وإلى آخره، والأولاد يذهبوا ضحية ولا يجد من يعلمهم ولا يجد من ينتبه لهم. وقد تأخذ الأم مسؤولية الأولاد وتدفع الأب خارج البيت، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تقوم بهذا الحمل. والله لو كان الحمل يمكن أن يحتمله شخص واحد لما سن الله سنة الزواج، ولا جعل الله الوالدين الأب والأم، ولم يكن واجب التربية مقسوما بين الأب وبين الأم، ما يمكن. هذه فطرة من الله عز وجل وسنة من الله. ولهذا الابن الذي يتربى عند الأب وحده لابد يكون عنده نقص، لابد، وإن كان الأب من أحسن الآباء. والابن الذي يتربى عند الأم وحدها لو كانت الأم من أحسن الأمهات لابد يكون عنده نقص، لابد يكون هناك نقص. والتمام إذا جمع الله الأب والأم على قلب الإيمان يكون هنا التمام والكمال، ويكون الولد في قمة النضوج. ولكن الإنسان لابد أن يعني الواقع أنه يتحرك من الواقع. إذا كان قد كتب ووقع الابن في مثل هذه الأوضاع عند الأم أو عند الأب، فالواجب أن يكون التضحية والانتباه في التربية أكثر، لأنه يحتاج إلى مراعاة أكثر. إذا كانت الأم تولت المسؤولية فلا بد أن تنتبه لتعليم القرآن، تعليم اللغة، وتعليم الدين، وأن تأخذه إلى المسجد، وأن تحرص على أنها تزرع في قلبه لا إله إلا الله، لأنها مسؤولية يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وانتبه، هذا يعني كل وزارة التعليم الآن ذكر المعلمين وذكر يعني المدرسين وذكر التلاميذ. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذكر القرآن عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلى على القرآن. القرآن يعلى ولا يعلى عليه، هذا هو أهم شيء أيها الإخوة. قال علي رضي الله عنه: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. الله أكبر، الله أكبر. انظر يعني الأمور التي تغرس في قلوب الأطفال: حب نبيكم، يعني علموا أولادكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غرست في قلب الطفل محبة رسول الله كيف يخرج؟ كيف يخرج؟ علموا أولادكم، أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. يتعلم قراءة القرآن. قال الشافعي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ، كتاب عظيم في الحديث ألفه الإمام مالك، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين. سبع سنوات الإمام الشافعي كان حافظ القرآن، عشر سنوات كان حافظ الموطأ من أوله إلى آخره.
نحن أولادنا يحفظوا أسماء اللاعبين وأسماء المغنين وآخر الموضات وأسماء التليفونات وأسماء السيارات وأبطال المصارعة وهذه التي يعرفونها، لأنه لا يوجد تربية ولا يوجد توجيه. الولد ضائع في البحر لا يعرف أين الطريق، لابد أننا نأخذ بأيديهم. الولد طفل أعمى لا يعرف الطريق، الأب عليه المسؤولية الآن حتى يستطيع أن يرى بنفسه. أنت الآن يجب أن تأخذ بيدي. حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وانظر القرآن كيف تقدم على كل شيء. الإمام الشافعي فقيه بحر في العلم، لكن القرآن كان الأول قبل كل شيء، لأن القرآن إذا حفظه الطالب أو الطفل فتح الله بصيرته، فصار يعرف الأمور وصار فيه الخوف من الله وتعلق بكلام الله إلى آخره. ابن سينا عليه رحمة الله يقول: بلغت 10 سنين حفظت القرآن، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون أبناءهم معهم حتى في الغزوات في سبيل الله، ويذهب في الغزوة يأخذ أبناءه معه، ونحن لا نأخذهم لتعلم القرآن. قال عروة بن الزبير: وكان معه أخوه عبد الله بن الزبير في يوم اليرموك، وكان عبد الله بن الزبير عمره 10 سنين. خرجوا فرسان، خرجوا رجال، فيا ليتنا ننتبه لكلام الله ولكتاب الله. القرآن يقول: يا أبتي، الابن يوجه في الأب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ابن يعلم أبيه الدين، وعندما تصارع حطام الدنيا وثواب الآخرة قال الذين تربوا على العلم، قصة قارون معروفة، قال الذين تربوا على العلم، لأنهم نشأوا على العلم، خرج قارون في زينته وأمواله ومفاتيحه التي خزم مفاتيح الخزائن، يعني كان غنيا بدرجة لا توصف. هذا الرجل خرج أمام قومه في زينته، أصحاب الدنيا وأصحاب المظاهر وأصحاب البورصة التي تطلع وتنزل، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا رجل محظوظ. فقال أصحاب العلم: العلم هو الذي أنجى وأنقذ هؤلاء. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولهذا أيها الإخوة، العلم يقي الإنسان من الوقوع في الشبهات، ويحمي الإنسان أن يقع ضحية للشهوات، وهنا المحرقة المقتلة التي تأخذ، يعني العبد يقع في النار بسبب هذين الأمرين الخطيرين: الشبهات والشهوات. وكيف تتقي الشبهات إذا لا علم؟ وكيف لا وكيف يعني تقع في الشهوات إذا كان الإنسان لا يعلم يعني حق الله عليه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يخشون الله حق الخشية هم العلماء. إذن المحصلة: تعليم الأبناء واجب مقدس ومهم، وعندما يؤديه الأب عليه أن يشعر أنه يقوم بعبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه. لما تعلموا العلم، تعلموا القرآن، تعلموا الدين، كانت حياتهم مدرسة أيها الإخوة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: والله ما نزل بالمسلمين نازلة إلا كان في القرآن حل لها. ولهذا من علامات صلاح الإنسان، صلاح العبد، كثرة صلاته، كثرة صومه، تجده في مجالس الذكر، في مجالس العلم. ولا تنسى، لأن الله يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. يا والد، يا والدة، أحسن كما أحسن الله إليك. يا رجل، الله أحسن إليك، الله أعطاك الأولاد، أعطاك الأولاد، حرام، الله أعطاك الأولاد، أعطاك البنات، هل ربيت؟ هل جاهدت في هذا؟
هل أحسنت التربية؟ لا إله إلا الله. الله أعطاك الصحة، والله لا يعرف قيمة الصحة إلا المريض اللي في المستشفى، هذا هو الذي يعرف قيمة الصحة. عندما تذهب للمريض في المستشفى يقول لك أنا لا أريد لا مال ولا أريد لا سيارات ولا أريد أرض، أريد بس ترجع لي الصحة، يبحث فقط عن الصحة. لا يعرف الناس الأصحاء الذين في الطرق لا يعرفون ما يعاني الذي يكون في غرفة الإنعاش في المستشفى، لا يعرفون. هذه نعمة، هل حمدت الله عليها؟ عبد الله بن مسعود كان يمشي مع أولاده، انظر الرجل الصالح، وكان يأخذ الحصى في يديه ثم يقول ارمي، يعطي الأولاد حصى ثم يقول ارمي الحصى، فيرمي الولد الحصى ثم يقول لأولاده نسبح الله حتى نصل إلى تلك الحصاد، نسبح الله مثل حتى، فيسبحون حتى يصل إلى تلك الحصى، ثم يرمي يقول من يرمي؟ يرمي ولد آخر حصاة أخرى، نسبح الله أو نكبر الله حتى نصل إلى تلك الحصى. إيش القصد؟ ما هو المقصود؟ غرس الدين في قلوب الأطفال بأقرب الطرق التي يفهمها الأطفال، هو يلعب ولكنه يذكر الله. انظر إلى هؤلاء الصالحين كيف انتبهوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم ارحم والدينا واكشف كربنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى zegt in de Koran: het jaar bestaat uit 12 maanden waarvan er 4 gewijd zijn. En deze 4 genoemde maanden zijn bijzondere maanden in de islam. En de dagen die we nu doorbrengen zijn ook bijzondere dagen. Over minder dan een maand komt er weer een islamitische feestdag aan, de Eid al-Adha. En deze religieuze feestdagen hebben ook een wake-up call voor de moslim, die niet bewust met zijn leven is, die leeft zonder na te denken. Want bij deze feestdagen kan hij of zij bewust worden van de manier waarop hij of zij haar tijd besteedt. En besteed ik mijn tijd op een nuttige manier, of breng ik mijn tijd slechts door om de tijd te doden? En een moslim dient nuttig te zijn met, en de moslim dient nuttig om te gaan met zijn tijd. En zowel met zijn religieuze als zijn wereldlijke verplichtingen. En deze periode die nu aanbreekt is ook tevens het begin van een nieuw schooljaar. En op dit moment moeten de ouders dan ook stilstaan en zich afvragen of zij hun kinderen wel op de juiste manier kennis op laten doen. Een verplichting die zwaar rust op de schouders van de ouders. En ga hier daarom ook niet lichtvaardig mee om. En beste broeder en zuster, waarschijnlijk zijn er onder jullie mensen die deze Jumu'ah bidden zonder dat iets teweeg brengt. Zoals zij ook andere Jumu'ah gebeden en andere gebeden hebben gebeden zonder dat dit iets bij hun veranderd heeft of iets bij hun teweeg gebracht heeft. En als dit ook bij jou het geval is, weet dan dat jij het gebed slechts met je lichaam verricht en niet met je hart. En de profeet, vrede zij met hem, heeft ons verteld dat van het gebed slechts datgene wordt genoteerd wat de moslim met zijn gedachten en met zijn hart heeft verricht. Met andere woorden, het gaat er niet om om de handelingen met je ledemaat te verrichten, maar dat je deze bewust met volle aanwezigheid van je hart verricht. En zorg er daarom voor dat je hart tot leven komt als je het gebed verricht. En het begin van het schooljaar is gestart. En weet, beste broeder en zuster, dat kennis in onze religie belangrijk is. Aan Allah subhanahu wa ta'ala heeft de geleerde daarom ook als gevolg van deze kennis op een hoger niveau geplaatst ten opzichte van mensen zonder kennis. En jaloezie in de islam is verboden, behalve in 2 zaken. En een van deze zaken
is een persoon is jaloers zijn op een persoon die Allah subhanahu wa ta'ala wijsheid, dat wil zeggen islamitische kennis heeft gegeven en die zijn beslissingen dienovereenkomstig neemt en deze aan anderen leert. En de eerste verantwoordelijkheid om anderen te onderwijzen rust niet op de moskee, de school, de onderwijzer, maar rust op de ouders. En deze dienen deze verantwoordelijkheid te nemen, zodat hun kinderen zo vroeg mogelijk worden onderwezen. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft in een hadith gezegd, draag jullie kinderen op tot het gebed op hun zevende. Dit is een indicatie dat je als moslim op een vroege leeftijd moet beginnen met het onderwijzen van je kinderen. En ook het onderwijs van de Koran aan de kinderen is een belangrijke verplichting en verantwoordelijkheid in de islam. Want in de hadith is overgeleverd dat de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd heeft, de beste onder jullie zijn degenen die de Koran lezen en deze aan mensen onderwijzen. En uit de loop van vele geleerden zijn voorbeelden bekend van kinderen die op hun zevende of hun achtste of hun tiende de gehele Koran uit hun hoofd renden. En hoe triest is het dan ook dat sommigen van ons die geen enkel Koranvers kennen terwijl ze de volwassenheid bereikt hebben. En daarom roepen wij de ouders op hun verantwoordelijkheid te nemen om hun kinderen zo vroeg mogelijk de Koran te onderwijzen. En kennis, islamitische kennis, houdt je weg van verlangens en zorgt ervoor dat je niet in zonden valt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran in de betekenis van, diegenen die Allah werkelijk vrezen zijn de geleerden. En weet beste broeder en zuster dat kennis het licht is en het dagelijks kompas is van jouw leven. En investeer daarom in kennis, zowel voor jouzelf als voor jouw kinderen. Dan volgt hier één mededeling. Wij hebben vandaag broeders uit Spanje die geld inzamelen voor de bouw van een moskee. Na afloop van het gebed staan zij bij de ingang van de deur. En we vragen jullie om hun gul bij te staan. Daarin een zo'n baat ikwan min Spanje. Want de mesroa libina al masjid. وغادي يطلبوا منكم جمع التبرعات بعد الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصفوف الأخيرة تقدم الأمام، تقدم الأمام الصفوف الأخيرة، كملوا النقص، لا تترك صف متقطع، بارك الله فيكم، عبوا الفرج والفراغ، استووا، لا تنسى التليفون، أغلق الهاتف، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.